الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: مكارم الأخلاق عشرة: صدق الحديث، وصدق اللسان، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، والمكافأة بالصنيع، وبذل المعروف، وحفظ الذمام للجار، وحفظ الذمام للصاحب، وقر الضيف، ورأسهن الحياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: من كسى بالحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. وعن زيد بن علي عن آبائه يرفعونه: من لم يستحي فهو كافر. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إني لأدخل البيت المظلم أغتسل فيه من الجنابة، فأحني فيه صلبي حياء من ربي. وقال بعضهم: الوجه المصون بالحياء كالجوهر المكنون في الوعاء. وقال الخواص: إن العباد عملوا على أربع منازل: على الخوف والرجاء والتعظيم والحياء، فأرفعها منزلة للحياء. لما أيقنوا أن الله يراهم على كل حال قالوا: سواء علينا رأيناه أم رآنا. وكان الحاجز لهم عن معاصيه الحياء منه. ويقال: القناعة دليل الأمانة، والأمانة دليل الشكر، والشكر دليل الزيادة، والزيادة دليل بقاء النعمة، والحياء دليل الخير كله. ومعنى كل هذا وصف قليلي الحياء الذين يتجاهرون بالمعاصي ولا عندهم حياء لا من الله ولا من العبيد، والذين إذا تكلموا يتشدقون بالكلام من غير حياء ولا رحمة. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة التواضع. وقال: لا ترفعوني فوق قدري فتقولون في ما قالت النصارى في المسيح، فإن الله عز وجل اتخذني عبدا قبل أن يتخذني رسولا. وأتاه صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه، فأخذته رعدة، فقال صلى الله عليه وسلم له: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، أي اللحم المجفف، أي أن أمي كانت فقيرة من الفقراء. وكان صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه ويخصف نعله ويخدم في مهنة أهله، ولم يكن متكبرا ولا متجبرا، وكان أشد الناس حياء وأكثرهم تواضعا. وكان إذا حدث بشيء مما آتاه الله تعالى قال: ولا فخر. فقال صلى الله عليه وسلم: إن العفو لا يزيد العبد إلا عزا، فاعفوا يعزكم الله. وإن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، فتواضعوا يرفعكم الله. وإن الصدقة لا تزيد المال إلا نماء، فتصدقوا يزدكم الله. وقال عدي بن أبطاه لإياس بن معاوية: إنك لسريع المشية. قال: ذلك أبعد من الكبر وأسرع في الحاجة. وخرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير. فقال معاوية لابن عامر: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقيل: التواضع سلم الشرف. ولبس مطرف بن عبد الله الصوف وجلس مع المساكين،
فقيل له في ذلك، فقال: إن أبي كان جبارا، فأحببت أن أتواضع لربي عز وجل لعله يخفف عن أبي جبرة. وقال مجاهد: إن الله تعالى لما أغرق قوم نوح شمخت الجبال، يعني ارتفعت، وتواضع الجودي فرفعه فوق الجبال وجعل قرار السفينة عليه. قال الله تعالى لموسى عليه السلام: هل تعرف لما كلمتك من بين الناس؟ قال: لا يا ربي. قال: لأني رأيتك تتمرغ بين يدي في التراب تواضعا لي. وقيل: من رفع نفسه فوق قدره استجلب مقت الناس. وقال أبو مسلم صاحب الذخيرة: ما تاه إلا وضيع، ولا فاخر إلا لقيط، وكل من تواضع لله رفعه الله، وكل من تواضع لله رفعه، فسبحان من تواضع كل شيء لعز جبروت عظمته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله. بسمك يا الله ربي يا عظيم الجلال، أهل العطاء والإحسان، اسمك الأعظم الله. بسمك يا الله ربي يا عظيم الجلال، أهل العطاء والإحسان، اسمك الأعظم الله. عند كل الحقائق للصبح أنت فريق ومروي للظمأ، اصرف عنا هلأ.
من راح الحب اشرب ويصيني يا ساقي الهم خذ واعطيني من راح الحب اشرب ويصيني يا ساقي الهم خذ واعطيني حسن المحلوم تجلى لعيني أزكى صلاة علي وسلام من راح الحب.
Thank you.
أنت المقصود يا مجري وأنت لقطة الأبري. أنت المقصود يا مجري وأنت لقطة الأبري وأنت مركز السر إمام الوقت والعصر. I'm gonna see you.
سعد إن جئت ثنيات اللويح حي عني الحي من آل لؤي. سعد إن جئت ثنيات اللويح حي عني
أوصوني باللقاء قبل موتي. وأرادك المحيي إن عيدي يوم آتي دارهم وأمرخ في ثراهم وجنتي. فما الأمر إليه يا رب؟